أخيرا في كل الزوايا، خليني أقول لحضراتكم أنه تم الإعلان اليوم عن جائزة نوبل في الأدب، وهي جائزة طبعا يعني احنا ارتبطنا بيها كمصريين لحصول طبعا أدبنا المصري نجيب محفوظ نوبل العرب على هذه الجائزة في وقت سابق. دايما عندنا شغف نشوف مين اللي بيفوز بهذه الجائزة. النهاردة تم الإعلان عن فوز هان كانج، وهي أديبة كورية جنوبية فازت بجائزة نوبل في الأدب لعام 2024. اخترناها مع حضراتكم النهاردة أنها تكون شخصية كل الزوايا، شخصية الأسبوع في كل الزوايا. ليه؟ لأنه فوز هان كانج بهذه الجائزة يعني سابق، هي أول سيدة آسيوية تفوز بالجائزة، هي من أصغر الأدباء اللي حصلوا على هذه الجائزة. بنتكلم على أن عندها 53 سنة، يعني تعتبر ده بيعتبر سن صغير للحاصلين على نوبل. هان كانج هي ابنة لروائي كبير اسمه سونغ وان، وده برضو أكيد كان دي دور كبير في نشأتها الأدبية. بدأت مسيرتها الأدبية بنشر قصائدها في مجلة الأدب والمجتمع سنة 93. بعد سنتين من هذا التاريخ دخلت عالم القصص القصيرة، ومن أعمالها المميزة والمترجمة بالمناسبة للغة العربية هي رواية النباتية، وكانت حصلت على جائزة البوكر الدولية على هذه الرواية سنة 2016. هذه الرواية تناقش الآثار العنيفة اللي ممكن تواجهها المرأة في حياتها، وبتتكلم كمان عن وحشية البشر، وبالتالي كانت هذه الرواية المهمة موجودة بالفعل في اللغة العربية. كمان في رواية أخرى مترجمة أيضا للغة العربية، عشان بس الناس اللي تبقى منتظرة أنها تقرأ هذه الأعمال، وهو الكتاب الأبيض، برضو وصلت للقائمة القصيرة في البوكر في 2018. من المفارقات أنه الكاتبة لما تم إبلاغها بالفوز بجائزة نوبل، يعني لما اتصلوا بيها علشان يكلموها ويقولوا لها أنها فازت بهذه الجائزة، كانت قاعدة وبتتعشى مع ابنها واستغربت، يعني ما كانتش متخيلة أنها ممكن تحصل على هذه الجائزة. ويمكن ده برضو بيفكرنا بالأديب العظيم نجيب محفوظ لما كلموه عشان يبلغوه بفوزه بالجائزة، فكان نايم وما كانش أصلا برضو يعني مهتم ان هو يعرف، أو نايم كانش يعني شايف انه ده مش سبب ان هم يصحوه من النوم علشان يبلغوه انه أخذ جائزة نوبل. لهذا السبب احنا حبينا نقف عند هذه الشخصية، شخصية هان كانج، واخترناها انها تكون شخصية كل الزوايا لهذا الأسبوع. نشوف حضراتكم الأسبوع القادم في كل الزوايا مع سارة حازم. إلى اللقاء.